فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: فاتتني صلاة الفجر يوم الجمعة ولم أستيقظ من النوم إلا قبل صلاة الجمعة، فسارعت إلى صلاة الجمعة وكبرت مع الإمام ثم تذكرت أني لم أصلي الفجر. يقول: فنويت أنها الفجر، فهل فعلي هذا صحيح؟ لا، يقولون من انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، بطل المنتقل إليه والمنتقل منه، ما ينتقل في أثناء الصلاة بنية من فرض إلى فرض. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.